اليوم 24 دو جانبير دازت أكثر من شهرين ونص على العدوان الغاشم ديال الكيان الإسرائيلي الغاشم والمحتل منذ سنة 1948 لكل فلسطين. العدوان ديالو ما كانش فقط على قطاع غزة بل كان على كل فلسطين تاريخية. طبيعة الحال شفنا الجيش الإسرائيلي كيهجم حتى على المدن الآمنة في الضفة الغربية، وشفنا الكمية ديال القتلى ديال الناس اللي هما مدنيين عزال ما عندهمش أسلحة. وبطبيعة الحال هاد الجرائم ميمكنش يقبل بها جميع الشعوب الحرة، الشعب المغربي إسوة بباقي شعوب العالم، تيخرج اليوم وفي حقه ماشي أول مسيرة ديالو، ديال المسيرة الثالثة في مدينة الرباط، وكانت عندهم مجموعة ديال الوقفات على الأقل جوج ديال الوقفات في الرباط كل أسبوع. ثم جميع المدن المغربية كانت فيها واحد الوقفة تضامنية أو مسيرة تضامنية مع الشعب المغربي، مع الشعب الفلسطيني، لأن الشعب المغربي يعتبر بأن القضية الفلسطينية هي قضية كذلك تدخل ضمن أولوياته، بل يعتبرها شرائح واسعة في الشعب المغربي كتعتبرها بأنها قضية موازية لقضية الوحدة الترابية. طبيعة الحال شفنا في خلال الأسبوع الماضي واحد الجرائم وحشية، جرائم ترقى إلى جرائم حرب. شفنا واحد المجموعة ديال المدنيين يتم اقتيادهم وصوبوا فيهم واحد الإعدامات ميدانية. طبيعة الحال في غياب واحد القانون دولي ولا واحد الدول اللي من الممكن تحافظ على هذا القانون الدولي. شفنا بالنسبه لمجلس الامن الدولي هو مجلس عاجز حاليا حول ايقاف هذه المجازر، هي مجازر للاسف شنشوفها في القرن الحالي، ما شفناش شي واحد المجازر بحالها منذ بدايه هذا القرن هذا. وبطبيعه الحال كل انسان اللي هو ابي، كل انسان اللي هو حر ماشي فقط في المغرب، شنو حتى في الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا والدول الاوروبيه كلها كانت كتخرج باش كتساند الحق في الحياه ديال الاطفال وديال النساء وديال المدنيين وديال الشيوخ كفى من هذه المجازر. هذه المسيره الشعبيه هي استمرار في موقف الشعب المغربي الذي يستنكر ويحتج على المجازر والمحارق التي ترتكبها آلة الحرب الصهيوني على أرض فلسطين وفي قطاع غزة بالخصوص. هذه المسيرة التي تتوحد فيها كلمة الشعب المغربي بكل فئاته بكل هيئاته بكل تياراته يقول بكلمة قوية صارخة: نحن مع المقاومة الفلسطينية في نضالها، في ثباتها، في صمودها من أجل تحرير الأرض الفلسطينية ومن أجل استعادة كل الحقوق الفلسطينية المغصوبة. إذن تحت شعار أوقفوا هذه الحرب الإبادة وأوقفوا التطبيع، جاءت المرأة المغربية وكل الشعب المغربي تلبية لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، لنبعث من خلال هذه المسيرة الحاشدة والمليونية بإذن الله رسائل قوية لمن يهمهم الأمر. الرسالة الأولى نوجهها لأهلنا في غزة الأبية، غزة الصامدة، ونقول لهم أننا لن نبرح الساحات ولن نبرح الميادين ولن نتوقف عن أشكال الدعم والنصرة والاحتجاج والمقاطعة حتى يتوقف هذا العدوان الغاصب على فلسطين وعلى غزة. نحن اليوم نشارك في هذه المسيرة الوطنية الشعبية باسم التنسيقية المغربية أطباء نجيب فرسيل دعينا نحن مهني الصحة بالمغرب عن تضامننا اللامشروط مع أهلنا في غزة وللتنديد بالجرائم الصهيونية البشعة في حق
قطاع غزة في حق المستشفيات والطواقم الصحية والمدنيين العزل. نحن كتنسيقية مغربية أطباء نجد فلسطين مستعدون لتنظيم كثير من الأنشطة ومستعدون للانخراط في جميع المبادرات التي تروم التخفيف عن أهلنا في غزة من قبيل تنظيم مستشفى ميداني وجمع الأدوية والمعدات الجراحية والطبية الضرورية لتخفيف معاناتنا في غزة. حضرنا اليوم للمرة الثالثة في الرباط لدعم الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الغزاوي والفلسطيني الذي يسقط تحت الدمار والخراب الصهيوني وتحت الآلة الإجرامية الإرهابية الصهيونية التي تكرس حرب إبادة وحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتتسع على حساب دماء دماء الشعب وأرض الشعب الفلسطيني وتدمر أكثر مما تبني